فهذه مباراة مصيرية وحضرنا لها يعني بجميع جوانب تكنيكمون تكتيكمون مونتالمون لانه كما تعرفوا لعبوا منقوصين لان حتى عدد اللاعبين ما كافيش لان تعرفوا ان الفرقه ملي كتبدا المنافسه ما بقاش حقا ناخذ شي لعيب فتتمنى من الله ان التخوف ديالنا هو ان التركيز يبقى حتى الاخر الثانيه في المباراه ان شاء الله نحاولوا ناخذ التاهيل في المباراه هذه. واش كتبان لك ان مباراه ايران تشابه مباراه البرتغال او انها مختلفه من ناحيه التعامل معها؟ هو كاين اختلاف كبير على جميع المباراه ديال البرتغال. حنا كنا تنقلبوا على الفوز، حنا كنا تنقلبوا على الصداره، فلذلك كنا تنطلبوا من اللاعبين انهم يطلعوا بالكره ويوقعوا الاخطاء. حنا ما مطالبينش باش نتسرعوا ولا نمشيو نديروا دوك الاخطاء اللي تيداروا. فتنظن بزاف ديال الحوايج اللي غتكون مختلفه على ديك المباراه. انا ديك التخوف عندي هو ان ديك العدد انه خاصنا واحد اللاعبين مهمين خصهم يبقاو في التركيز ديالهم حتى لاخر ثانيه. شكرا تبارك الله عليك. الله يحفظك. غنكون ممكن الحال قدام وحنا بريبارا كل شيء وجينا باش نبقاو ان شاء الله باش نزيدوا على طاشكان ونديروا كل شيء باش نربحوا ماتش ان شاء الله. اليوم كيفاش كتشوف هذه المباراه الايرانيه؟ مباراه صعبه كتلعب مع عربي العالم وكتلعب مع قطر الموسيقى شويه. كيفاش كتشوف المواجهه ديالها؟ ايران معروف احسن فرق اللي كاين في العالم فوق خمسه وتبارك الله عندهم لاعب كيلعبوا وتولي ماتش قاصح بزاف وحنا عرفنا واش نديروا باش نربحوا ان شاء الله باذن الله ونديروا كل شيء. عرفنا اذا خسرنا نمشيو للدار وحنا عرفنا واش نتطلبوا ان شاء الله. ما كاينش مشكل، حنا قدر الله، حنا عندنا الثقه في كل لاعب اللي كاينه، واخا نلعبوا باربعه واخا نلعبوا بخمسه، الحمد لله كاين لعب وكل واحد عارف واش غادي يدير باش نربحوا ماتش ان شاء الله، وحنا كنتسولوا التوفيق ربي سبحانه وتعالى باش نديروا شي حاجه زين ان شاء الله. غدا الماتش صعيب بزاف، حنا كيعجبونا هذا الماتش، بان لي دابا بدا واحد التورنوايه ماشي في هذيك البلاصه هذي، بدا تعب بدا يبدا واحد التورنوايه واحد يا اخر في زاد الحويس بشكل هذاك سوبرتو سيكولوجي كيفاش دير الماتش كتوقع عليك كيفاش تسالي موراهم كيفاش وان شاء الله غادي نتلاعب الماتش ديالي. الاصابات ديال اللاعبين واش ما تاثرش عليكم يعني النتيجه ديال البرتغال وهاد الاصابات ديالها؟ بالنسبه ليا ديك ماتش البرتغال ما كانش ديك ما تبناش فراسنا الماتش كنت كازي كيف عليه هو ماركا وحنايا سجلنا. بالنسبه لي مصدر ايران غيكون في الشكل بحال اللي قلت لك ديك كوتي سيكولوجيك بحال اللي ما بغيتش تماركش عليه في الفيس غتلعبوا شويه ديال لاكام ان شاء الله غنكونوا في الشكل.